دوري كرة السلة العراقي حصرياً على الرابعة الرياضية، والعراق يستضيف الإمارات بتصفيات المونديال بنسبة 99%، والغانمي يوجه بإعادة إعمار وإنشاء ملعب نادي الشرطة الرياضي. وهذه الليلة دورينا الأكثر تغييرا للمدربين بين دوريات العالم، مع ضيوفي الكابتن فريد مجيد والزميل الإعلامي أمين شراح. شوف اللعبات بكل سهولة، ادخل على موقعنا الرسمي وقم بإنشاء حسابك الخاص واختار الباقة والعروض اللي تناسبك بأسعار مناسبة جدا. وأيضا صار بإمكانك تحميل تطبيق فودو لتشاهد المباريات بكل سهولة. وإذا حاب تشوف المباريات أنت وأصدقائك، اشتري ريسيفر ستار لايت وراح تحصل على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر. انت الآن تستمتع بالمشاهدة الحصرية لتصفيات كأس العالم وجميع البطولات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، أهلا بكم وصوت الملاعب. قناة الرابعة الرياضية نالت حقوق بث مباريات دوري كرة السلة العراقي الممتاز، الدوري الذي يعتبر واحد من أهم الألعاب. طبعا تحدث عن كرة السلة، بعد كرة القدم استطاعت القناة الحصول على باقي مباريات الموسم، وبالتأكيد سوف تكون المباريات منقولة من يوم 23 إن شاء الله عبر قناة الرابعة الرياضية، وإن شاء الله سنقوم ببث المباريات بشكل مختلف بتغطية مميزة. سنركز اهتمام عالي على هذه اللعبة ولقاءات مع الكثير من الرياضيين، من اللاعبين والمدربين، لكي نعطي هذه اللعبة حقها من خلال البرامج وأيضا البث المباشر لمباريات دوري كرة السلة العراقي. هذا بالنسبة لكرة السلة، أما عن كرة القدم فبات بحكم المؤكد أن يستضيف العراق منتخب الإمارات بتصفيات كأس العالم. الأمور وصلت إلى نسبة تصل إلى، لا نريد أن نقول 100%، وضعنا 1% طبعا 99% إن شاء الله الأمور منتهية. ستكون مباراة العراق والإمارات بالعراق في البصرة أو بغداد. الاتحاد يعني يريد أن يقيم المباراة في بغداد في هذا الملعب، في هذا الملعب الجميل، وبالتالي إن شاء الله المباراة سوف تقام في بغداد، وبالتالي يعني وجود منتخب الإمارات الشقيق في العراق مكسب كبير، وأيضا فاتحة خير إن شاء الله على أن نرى كل منتخباتنا تلعب بالعراق، ونودع الأرض المفترضة وتأتي المنتخبات والأندية للعب في العراق، وبالتالي تكون ميزة لمنتخباتنا لأنديتنا في البطولات الأخرى، ميزة لكي تكسب النقاط إن شاء الله، ومنها نقاط مباراة منتخب الإمارات المهمة. وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي زار مقر نادي الشرطة من أجل إنهاء قصة الملعب المتلكئ بعد تدخلات من وزير الشباب والرياضة. الوزير جاء برفقة كما تشاهدون بالصور عدد كبير من القيادات في الوزارة، والتقى بإدارة نادي الشرطة وحثهم على إكمال الملعب، ووجه الشركة المنفذة بإكمال ذلك، وبالتالي يعني الحديث عن لماذا تلك إكمال الملعب، الحديث عن أمور فساد من داخل وزارة الداخلية من ضباط متنفذين بالوزارة، لا توجد طبعا دلائل ملموسة ربما على تورطهم، لكن هذا الحديث المشاع والذي يقال وهو السبب المنطقي لتوقف إنشاء الملعب، على الرغم أنه شخصيا وجهة نظر، يعني بدل ما أخلي هاي المليارات على أبني ملعب جديد، تعالوا يا نادي الشرطة الوزارة، تعالوا يا نادي الشرطة وزارة مع وزارة، هذا ملعب الشعب، إيش قد صار فيه للملعب 6-7-10 مليار، عم ربحن تعيد ملعب الشعب أفضل من أي ملعب كأرضية كل شيء، ممكن تسمي المباريات اللي تصير بملعبك مثل ما يصير بمدينة ميلان
يعني الملعب مرة سانسيرو مرة جوزيبي مياسب، لأنه مقسم ما بين ميلان وإنتر ميلان وتابع البلدية. أطف فلوس إيجار أخذها 15 سنة من ملعب لعبة مات أسمي ملعب الشرطة، لعبة دولية لعبة أخرى أسمي ملعب الشعب. موضوع الإيجار تكون بالتفاهم شلون ممكن نادي الشرطة يستفيد من عنده، أو حتى نادي الطلبة يعني ملعب الحبيبية بدال ما الجوية تروح وصار مشاكل ابني ملعب، تعال عم هذا ملعب الحبيبية إلك، أخذه عدد المباريات الدولية اللي تقام، الملعب سميه باسمك، تريد تبقي ملعب المدينة، بالنتيجة صار اتفاق وخلص. على الأقل الملاعب هاي تبقى على مستوى الصيانة مدامة لأنها تحت أنظار الأندية مباشرة، وما أخذ وقت أبني ملعب للشرطة وأبني ملعب للطلبة. ممكن يتقاسمون ونخلص من هذه الأزمة بصراحة. ملاعب التدريب هيئها أمينة يدربون بها الفريقين الطلبة والشرطة ويلعبون الملعب الرئيسي مالتهم هو هذا يكون وخلص، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ممكن هذا يكون ممكن، بدل ما أنا أخلي هاي باقي الفلوس أقل من عثة أسوي بها القاعات للألعاب الأخرى للأندية، الشرطة عندهم ألعاب ثانية مهمة أسويها أطور الألعاب بس على مستوى كرة القدم، ممكن هذا الموضوع. بالتالي الزورات اتخذ هذه الخطوة، بس ممكن تتخذ خطوة تكون أسرع وأكثر تأثير بالنسبة للنادي. طبعا بهالمناسبة هواي من الجماهير الظاهرة أمام مقر وزارة الشباب والرياضة قبل يومين طالبوا بإعادة ملف ملعب نادي الشرطة، ووعدهم عدنان درجال بذلك. خلينا نشاهد تصريح السيد عدنان درجال ومن ثم نعود لتكملة القصة المهمة التي تنتظروها، ما هو يعني رد إدارة نادي أربيل ومساعد نادي أربيل الذي تم الاعتداء عليه هذه الليلة، سيظهر في صوت الملعب، سيتحدث عن قصة مع عبد الرزاق. فنتابع بالبداية تصريح الكابتن عدنان درجال. بابي مفتوح للجميع، وأنا حتى من دون عدم تواصل الجماهير معايا بشكل مباشر أو إدارات الأندية، فأنا داعم لكل الأندية الرياضية، ودا أحاول أنه قدر الإمكان أنه أساعد الأندية والاتحادات، أوفر لها دعم اللي نقدر نوفره من خلال الحكومة من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي في البلد. جلسة قريبة مع الوزير الداخلية، اعتقد ان شاء الله، لان اعتقد ملف المنشآت الرياضيه في نادي الشرطه سيكون يوم غد على مكتب معالي وزير الداخليه للاطلاع عليه بشكل تفصيلي وتذييق كل العقبات اللي كانت موجوده من اجل البدء بهذا المشروع، وهذا ما تم الاتفاق عليه بيني وبين اليوم في اتصال. هاي بشارة الجمهور الشرطه. معالي وزير الداخليه انسان راقي جدا ورائع ومتفهم لكل ذلك، بل هو حريص جدا على تكملة هذه المنشآت، وإن شاء الله سيبدأ العمل قريب جدا بإذن الله. وزير التعليم العالي يمكن المشكلة الوحيدة ليس الوزير الرجل، ولكن لا توجد أي تخصيصات مالية لنادي هاي. أتمنى أنه أيضا راح تكون عندنا جلسة ونحاول أنه نجد حلول لإدراج هذا المشروع ضمن المشاريع المستقبلية للوزارة. طيب، هذا تصريح سيد عدنان درجال. مباراة أربيل والشرطة ما أخذها عن عيد الشرح، اللعبة راح تصير سبحان الله بكل العالم، أي فريق يكون عنده عناصر قوية فريق يمر بأفضل حالاته دائما يكون محط الأنظار. صارت عنده مشكلة في مباراة الكأس مع أربيل، الأنظار سلطت عليه في مباراة الدور مع أربيل، جمهور إجا مال الملعب كأنما ذكرون النهائي دور ابطال او كاس الاتحاد الاسيوي اربيل الكويتي، ملعب مليان او نهائيات هوايه عاش جمهور اربيل هناك، الجمهور المحب للنادي. بالتالي اللعبه صار فيها مشاكل، ركله جزاء هنا ركله جزاء هنا، المشكله كبرت. اعطونا الفيديو مال عبد الرزاق وانا احكي الناس شايفيه يعني. فالمشكله بانه لاعب بعد المباراه صارت هذه المشكله، لاعب الشرطه عبد الرزاق قاسم كابتن منتخب الشباب دفع المساعد مدرب نادي اربيل ساد سويدان سوري الجنسية طبعا دفعه، والرجال وقع بالقاع مثل ما الفيديو انتشر والكل شاف هذا الفيديو ما بين اللاعب والمدرب. لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي في واحدة من القرارات السريعة مباشرة يعني اتخذوا قرار، عاقبوه لعبتين إيقاف وغرموه مليونين دينار أو 3 ملايين، غرموه هذا اللاعب. طيب، خلي بعيدا عن الحكي، خلينا نشوف مساعد مدرب نادي اربيل المدفوع بين قوسين ماذا تحدث عن هذه الحادثه مع احمد الحكيم. مدرب فريق الشرطه المصري انهال علي بالشتائم والسباب وكذا،
لحظة مدرب يغلط علي؟ نعم. يتجاوز علي؟ نعم. سبب في صور بتوضح هذا الشيء، والفيديو بيوضح هذا الشيء. تهجم علي، حاول يضربني، والتهجم اللفظي اللي كان بخضم هذا الحديث. بتفاجأ انه اللاعب رقم 25 تصور او رزاق جاي باتجاهي بده يضربني بوجهي، فانا تفاديته برجعتي لورا، هو اصابني بصدري والارض طبعا مبلله وكذا، فانا يعني كان الموضوع انه يحاول انه يضربك بوجهك. لا، كان بده يضربني بوجهي، وبالفيديو واضح هذا الشيء، فرق الطول بيني وبينه. وانا صدقا هو جاي من على جنبي، انا لمحته باخر لحظه، فانا شوي رجعت لورا، قدرت اتفاداه يعني، امجد ضرب بصدره. اللاعب اعتذر من عندك فيما بعد؟ لا، الاتصال الوحيد اللي اجاني هو من الكابتن حسين. اتصل فيني هو الكابتن احمد صلاح، طبعا مشكورين اخواتنا، وهن الكابتن احمد صلاح هو نجم من نجوم نادي اربيل، وله شعبيه كبيره بنادي اربيل. نعم. اتصل فيني الكابتن حسين واعتذر وقدم اعتذاراته. قلت له انا انتوا اخواتنا وانتوا مدربين، وللامانه الوحيدين اللي ما دخلوا الملعب من مصطبه نادي الشرطه ان هدول المدربين. وكل العالم اللي دخلت هي عالم يعني الهرج والمرج اللي صار هو ما له مضطر. ممكن اللاعب عقله الباطني انه ما توقع انه انت مساعد مدرب، يعني هون المشكله اكبر. يعني اذا انا ما اذا لازم يعرفني انه مساعد مدرب يتهجم علي، يعني اذا جمهور او مصور او جامع كرات ممكن يتهجم عليه. لا، هي عذر اقبح من ذنب. قبل قليل الاتحاد العراقي اصدر عقوبه بحق اللاعب، مباراتين زائد مليونين دينار. رأيك بهاي العقوبة؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، بس هيك تصرف مشين عقوبته أكبر من هيك. عقوبته هي مادية، ما بتصور إنه هي تكون، لازم تكون العقوبة معنوية أكثر من هيك. شنو تنتظر العقوبة كانت تدعي؟ أنا ما عندي تعليق على موضوع العقوبة. هو الفعل مشين. اللاعب ما عم يمثل نفسه، هو عم يمثل كيان كبير اللي هو نادي الشرطة. نادي الشرطة كبير. بما انه هو صدت عقوبة بحق اللاعب، نبدأ نقول عفى الله عما سلف؟ لا تعليق. يعني لا تعليق. ممكن نسامح اللاعب، ممكن لحظة عصبية. اللي زعجني أكثر الكلام اللي طلع امبارح على بعض التلفزيونات، اللي طلع من بعض الإداريين بنادي الشرطة تهجموا علي، والكلام اللي صدر عن اللاعب اللي انا ما شفت، بس اجاني اتصالات انه اللاعب نزل بوست على موقع التواصل الاجتماعي انه كذا او كذا. بصراحه زعجني الموضوع اكثر من الفعل. ليش زعج؟ لانه مو معقول حدا من كيان نادي الشرطه يدافع عن الغلط يلاقي مبرر للاعب. طيب، هذا مساعد المدرب سعد السويدان تحدث، قال حتى مؤمن سليمان تهجم عليه، مو بس اللاعب. المدير الفريق احمد شكور، مدير فريق نادي اربيل، ايضا تحدث عن هذه الحادثه مع احمد الحكيم وعن ما جرى. يعني عقب على كل احداث هذه المباراه، فنتابع. المدرب ما يصير يدخل نص الساحه ويعترض. اكيد هو اذا لاعب، هو شاب، لاعب شاب، ويشوف يندفع مدرب داخل الساحه ويعترض ويتكلم كلام سيء، اكيد هو هاي التصرفات من لاعب، ولازم يعني هو هذا اللاعب. صراحه احنا كنادي اربيل ضد هاي التصرفات، ونوقف مع مدربنا، واحنا اليوم عندنا اجتماع ان شاء الله راح الموقفنا الرسمي راح نرسلها الى الاتحاد والى اللجنه. تقدمون شكوى على اللاعب؟ اي شيء يعني شلون احنا نقدر نوقف مع مدربنا يجيبون حقه. يعني الموضوع باهانه حسون المدرب، هو اكيد يعني لاعب، يعني اكو خصوصيات. مرات احنا كنا لاعبين، اذا مرات مدرب يظلمنا احنا، ولا كلمه ما نقدر نحكي مع مدرب، وخصوصا مع مدرب ومع كادر غير فريق. يعني هو ما يصير لاعب شاب يسوي هذه التصرفات، لان احنا هدفنا هو يعني نظهر المواقف جميلة، واحنا نظهر روح الرياضية للكل. طيب، كان هذا مدير فريق نادي اربيل. ماذا عن عماد محمد مدرب منتخب الناشئين؟ كابتن عماد محمد ايضا تحدث لبرنامج صوت الملاعب، وتحدث عن انه هناك قسوة على عبد الرزاق، فنتابع
ماذا قال عماد محمد؟ طبعا بالنسبه لعبد الرزاق قاسم لاعب شاب نجم قادم للكره العراقيه، يجب الجميع على الجميع الاعلام والجمهور والمسؤول ان نحتضن هذا اللاعب، وبنفس الوقت ما نقبل باساءه، انه ما نقبل من اللاعب انه يسيء لاسم الكره العراقيه ولاسم المنتخب ولاسم النادي اللي يمثله. لكن انا اشوف انه اللي ما حدث يوم امس في مباراه اربيل بالكثير من الكلام، يجب ان يصير تحقيق على مستوى عالي. ما نجي بس للفعل اللي فعله اللاعب، لازم نجي لمسببات الفعل، شنو الاسباب اللي ادت الى انه اللاعب يتصرف بهذا التصرف؟ هل اكو تجاوز بالكلام؟ انا اشوف انه مدرب اربيل ايضا تجاوز بوصوله الى هذه المنطقه اللي هي مو منطقته. ايضا يجب ان نسال سؤال لمدرب اربيل، انت شنو اللي وصلك لهذا المكان؟ بنفس الوقت انا مو بالضد من عقوبه رزاق، لا اوكي اذا رزاق عنده تجاوز يجب ان نعاقبه، بس ما نقسي عليه. القسوة على هذا اللاعب وبهذا العمر ممكن تأثر عليه بالجانب النفسي والجانب المعنوي. طيب بالتالي سمعنا كل الآراء، مساعد مدرب نادي أربيل، إدارة نادي أربيل، متمثلة مدير الفريق، عماد محمد مدرب عبد الرزاق في منتخب الشباب، وأيضا كان هناك ردود أفعال عديدة على هذه القصة. نعم هناك بعض القسوة، لكن مع ذلك لكل فعل رد فعل، يجب أن حتى لجنة الانضباط يجب أن تقف على أسباب لماذا وصل الاحتكاك ما بين لاعب ومساعد مدرب. لماذا أصلاً لماذا هذا الاحتكاك بين الطرفين؟ يعني ليش عبد الرزاق يدفع شخص، مو شرط مساعد مدرب، أي شخص ليش يدفع؟ يعني أكو شيء، يعني أكو أمور تبدو أمور غامضة، وبالتالي العقوبة يراها البعض أيضاً غير كافية، يريد أكثر. وبالتالي هذا ما حدث بالنسبة لمباراة الشرطة وأربيل، لكن ما يحدث بالدوري العراقي أمر أكبر مما حدث في مباراة أربيل والشرطة. عملية تغيير المدربين وإقالات واستقالات المدربين أصبحت عملية بصراحة مهينة للمدرب نفسه، وحتى بعض المدربين الأحبة الأصدقاء الأخوة لم يتركوا لأنفسهم مجال حتى يتنفسوا من عبير الحرية وأن يخرجوا من عباءة التدريب. يعني مدرب يطلع من نادي يومين ورا يومين تلقاه موقع مع نادي، وهي مشكلة كبيرة. المشكلة ما أعرف، يعني مشكلة معقدة، ولا آذان صاغية طبعا لا لإدارات الأندية ولا للمدربين. مثلا طلع كابتن حسن أحمد من نادي الكرخ راح للنجف، هو العام طلع من النجف، طبعا استضافيناه أتذكر، مو هنا لا بسومرية، استضافيناه حكي على موضوع قصة النجف وصارت مشاكل. أحمد عبد الجبار طلع من الصناعات راح للكرخ، وهكذا حمزه هادي طلع من الديوانيه وما اعرف انه راح يجي. خب هاي الديوانيه قصه ثانيه، يعني إراد مجلد. بالتالي عمليه تغيير المدربين بهالطريقه عمليه غريبه. 23 حاله لتغييرات المدربين، طبعا الاعلى هو نادي الديوانيه، العام والسنه اكثر الفرق اللي غيرت. بالتالي امور عديده تحدث بتغييرات المدربين، وبصراحه لا نعرف هل هناك آذان صاغية لما يتحدث به الجميع، أم أنه حين يتم الاتصال من أي نادي إلى أي مدرب تسقط كل المبادئ ونذهب مباشرة إلى التدريب. دعونا نذهب إلى تقرير أحمد الغراوي، ثم بعد ذلك أستقبل ضيفي فريد مجيد وأمين شغال. لا قانون يحمي المدربين ولا دستور ينظم عملهم بين الأندية، حتى صار تغييرهم بدورين أسهل من تغيير الملابس، بل وصل الحال عند بعض الأندية للمنافسة على كسر الأرقام القياسية باستخدام المدربين أكثر من منافسته بمسابقة الدوري. أكثر من 23 مدربا تغيروا بالدوري بين إقالة واستقالة، وآخرون تحججوا بالاعتذار خوفا من محرقة الإقالة. هذا العدد المخيف أدخل الدوري العراقي بموسوعات الأرقام القياسية السلبية، ورسم صورة سيئة عن الكرة العراقية. البعض يربي باللائمة على رأس الهرم اتحاد الكرة الذي سبق الجميع بالدخول إلى غرفة تغيير المدربين. لا حلول ولا أفكار ولا لقاح لإيقاف هذا الفيروس الغريب الذي اخترعه أحد رؤساء الأندية، الذي استهلك مدربين أكثر من شعرات رأسه المعدومة. أحمد الغراوي، قناة الرابعة.
شكرا لاحمد احمد الغراوي. استقبل هنا ضيفي بالسودو الدولي السابق الكابتن فريد مجيد. مرحبا كابتن، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ ضاحي، شلونك؟ الله يحفظك. وعبر سكايب الزميل الاعلامي امين شراد. مرحبا امين. اهلا وسهلا بك، تحيه لك وتحيه للصديق العزيز الكابتن فريد مجيد. لو مغير القعده طبعا. عندك هاي الصوره، القعده مو الصوره. لا مو هاي القعده مو الصوره. انت انتقلت قلت لا، احس مرات فيك احسك بالمقبره طبعا اليوم، يعني غير الاجواء افضل يعني. بعد مدينه الالعاب. طيب فريد مجيد. اللي يصير بالموضوع تبديل المدربين، والله احمد خوش بالتقرير حكى حكايه، قال هو الاتحاد اول من 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 سن هذه السنه السيئه، لانه طلع كثير، جاب ادفوكات، طلع جاب بتروفيش، طلع جاب عبد الغني شهد، فبالتالي راس الهرم هو يعاني من هذه العقده اللي يبدو احنا كنا نعاني من عتها. يعني خلي نجلد ذاتنا، يبدو كنا نعاني. لو انا وانت رئيس نادي ما نتحمل ثلاث خسارات اربعه، جاب بدل المدرب. قصة إذا عفوا، القصة بالنادي نفسه، بتفكيرنا وين؟ بالمدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية لك أستاذ، على جمهورك وعلى الأخ الحبيب المحترم أمين. طبعا حالة طبيعية جدا بالنسبة للظروف اللي يعيشها البلد من الفوضى، يعني حالة طبيعية بسبب الفوضى صراحة اللي يعيشها الكرة العراقية والأخوان اللي قائمين على الكرة العراقية. ويمكن يتكلم أستاذ أحمد في التقرير الراقي جدا، يعني وانت أضفت أنه إذا أنت تريد أنه الاتحاد أن يحمي المدرب، على قولة الشاعر إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بلقمة؟ لا، الاتحاد يحمي المدرب. هو تفكير الاتحاد بالتغيير هذا، فكيف شون يحمي المدرب؟ أضافة صراحة أن الدور بشفه والديوانية بشفة. واحد الديوانية. ديوانية واحدة بدوري. محرقة. تكلمت نقطة وأنا أعتقد من حرصك علي أنا. أنت إنسان محترم مراقي وبرنامج معروف. إنه دائما المدرب لابد، وأن أساتذة حتى مالتي وإخوان المدربين، إن يخلون قيمة. ما أريد أقول الكل، البعض تخلي قيمة إنا نفسنا كرياضيين. أنا اليوم مو آلة أو أداة يتعامل بيها رئيس النادي، هو من يقودون الأندية؟ اللي مسوينها دكاكين يقودون الأندية حتى يتحكم بيك أنت ومصيرك كرياضي. خلينا نحكي الواقع، منو اللي يورثون الأندية مخلينها ورث؟ صار طاهي بطل يجيب ابنه وهذا يجيب أخوه. العوائل، أنا اليوم أجيب أخوي وأجيب ابن أخوي وأجيب عمي ونقود هاي الأندية. بس منو الحرامية؟ منو صار طاهي؟ منو يقود هاي الأندية؟ أي هاي أنديتك؟ بطل من درب هسه اليوم. هسه اليوم أنت قلت إذا هسه خابرك نادي الديوانية قالك تعال درب، والله ما أروح، الله شاهد علي. مو هسه انت ممكن، يمكن يعني امين، انت بالنسبه لك قصدك انت ما تريد سلك التدريب. لا لا لا، انا خوب باحتراماتي، واي ناس قالوا لي شو بيك حضور وكاريزما بالعمل الاداري ومقربين ومثل حضرتك ومثل الديوانيه، يعني اذا اشوف نادي عرض علي تدريب بعض الانديه بالدرجه الاولى ايه؟ لكن انا اشوف انه وضعي ما يعني، واذا مثلا اللي يجيبني يتحكم بي لازم تجيب استاذ طه وتخلي امين وممكن باكر عقبه يتدخل وياي بالتشكيل. بالنسبه لي كثر اتكلم على نفسي انه ما اقدر اشتغل ويا هاي الناس، رغم ان اشتغلت بالتدريب، اشتغلت مع الطلبه، اشتغلت مع الكهرباء، نعزلنا انا وكابتن احمد صلاح واشتغلنا واخذنا مساحه كافيه، لكن بصوره عامه الاغلبيه بالعراق العمل الاداري غير صحيح، ومن يقود الانديه مو استحقاقهم، مو هذا مكانهم. والدليل انه هذا وضعنا بالرياضه العراقيه. انت وين هسه؟ مثلا انت شنو بكل اربع سنوات بكاس العالم انديتنا مثلا قاعد تلعب انديه اسيا دوري، والله عيب علي نقول دوري يعني صراحه، دوري محترفين، من المحترف؟ الناس بس اللي لا تنسى يعني بعض ادارات الانديه خب عليها لاعبين دوليين سابقين، شعل زوران، شعل كرخ. السخافة انا هم احكي هم تشتغل باحتراماتي، ترى كل اللي صارت المشاكل سببها اللاعبين الدوليين، كل المشاكل اللي صارت سحرنا وياك. لا 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 تريد لاعبين دوليين، لا تريد العمل الاداري زين، العمل الاداري ما له علاقه بالنجوميه. خب جيد، خلي اشرك امين شراد. امين، عندنا امثله بالعالم بانه ولا لاعب عرقان بدريس هوايه دوريات، ولا لاعب عرقان بدريس هو رئيس نادي. القصه اداره وبزنس، اداره اعمال النادي، وعندهم لجنة مدربين مستشارين هم يشتغلون بالنادي. هسه هنا القصة لازم تكون حتى نوصل العلة ليش يتغير المدرب. القصة بالإدارة، كابتن فريد مجيد. نعم. يقول
يعني هي قصة الإدارة، أنا أتفق كثيرا مع ما طرح من قبل الكابتن فريد مجيد، وأنت يعني مقتنع تماما بأن الإدارة هي أموال وتخطيط. وللأسف الشديد الأموال اللي بأنديتنا هي تابعة للوزارات، وأندية الأندية الأخرى أندية مفلسة، وأما عن الديوانية فهي نادي العنكوشي. بالتالي تحدثت عن نادي الديوانية الأكثر تبديلا، الأكثر تبديلا للمدربين. أمين أمين أمين، نادي الديوانية لا تختزل المدينة. نعم. ورجالاتها وناسها ورياضية بشخص. نادي الديوانية ما قايل شان اتفق وياك، لكن احنا اتفقنا عنه الأندية المفلسة. ايه؟ اتفقنا انه الإدارة هي تخطيط وأموال. زين موضوع. إدارات الأندية، الأندية الجماهيرية، الأندية المؤسساتية جاي تجيها الأموال من المؤسسات، أما الأندية الباقية لما يجيها رئيس نادي مثل العنكوشي يقول لك هذا نادي العنكوشي، احنا ما يعني ما نختلف انه هو نادي الديوانية. لا اليوم اليوم فريق الشباب ما فريق الشباب ما ديوانية، الشعار عندنا عنكوشي. فريق الشباب عندنا عنكوشي، الفريق الديوانية نزل الملعب الزوراء لابس دريسات عليها صورة المرحوم أحمد راضي وعلي هادي، وعلى ظهر القميص كتب عدنا عنكوشي. فبالتالي يعني الديوانية وفريق العنكوشي إذا ما اتفقنا أنه الإدارات هي تخطيط وأموال حق رجال صارف، جيب لي واحد جيب لي واحد يصرف فلوس، أصرف فلوس عن هذا سوي النادي مات مثلا أبو تشيلسي، باكر عقبه هم ينزل اسمه بالإدراسي كان دافع فلوس. ممكن ممكن يكون، لا بالتشيلسي ما يصير على اعتبار هناك مشتركين وموضوع ثاني، لكن اتفق يعني اختلف مع كابتن فريد يقول انا ما ادرب اذا الادارات تتحكم بي، لا ما راح تدرب طول عمرك لاعب، على اعتبار انه احنا في المنتخب الوطني الاداره تتحكم في تشكيله الفريق، وهذا الموضوع اتفق يعني نصير كلش مثاليين ترى بالعالم هم اكو، ونسمع مرات مره ريال مدريد مره فلان نادي ما اعرف وين بايطاليا هم رئيس النادي يشيل تليفون يقول يا هذا اللاعب جايبي. ممكن اوضح حبيب. ممكن اوضح حبيب. بس خلي كمل امين لا مو هاي النقطه خلي كمل خلي يلا ممكن اوضح لك تفضل لا خلي بعد هو اخونا احنا اثنيناتنا اعلاميين نعطي مجال خلي نعطي مجال استاذ امين محترم واراء محترمه جدا انا ايش اقول انه خاطر انه توضح الفكره للجميع ماكو مانع مو شرط انه اللي يناقشني بالتشكيل انه رئيس النادي يقعد وياي قبل المباراة بعد المباراة من حق أكو لجنة إنه تقيم عملي خلال الفترة وخلال المباراة خلال السنة خلال الشهر ماكو مانع بس إنه ما المدرب يجي يتحكم بيا رئيس نادي إنه مثلا صارت عندي أنا في الطلبة صارت عندي لا صارت عندي أنا يعني وشاهد عليها إبراهيم عبد نادر زين تقدر تصيره كابتن كل الاحترام للكابتن علاء كاظم أخ ولاعب دولي من طلع الكابتن أحمد خلف اجتمع بينا الإخوان ونطوزعوا أوراق على المدربين زين وإبراهيم أكبر من عندي وموجود إسماعيل مدرب الياقو تقدرون كلهم هذول ناس من الثقات ووزع حسيت إنه كابتن علاء راح يطلب من الإخوان اللي موجودين تشكيلة الفريق لميت الأوراق وانطيتني له وقلت له ما نقدر نكمل ما تفرض علي أنت رئيس نادي وزع الأوراق بها اسماء التشكيلة لا وزع الأوراق كل من يريد يكتب له تشكيلة كل واحد خليه يكتب تشكيلة مو من ضمن اختصاصك أنت كلمة تشكيلة لازم إبراهيم يكتب تشكيلة دكتور إسماعيل تشكيلة أنا تشكيلة ومدرب الحراس تشكيلة أصغر واحد بما فيه أنا موجود لميت الأوراق طبعا قاعدين ويانا إعلاميين ومشرف فريق لميت الأوراق من خذتهم وانطيتني له قلت له خلاص أما احنا خلاص أنتم تنزلوا التشكيلة أما احنا القرار الفني يمنا حصرا ما حد يتدخل به وهذا على كاظم على عيني وراسي انا احترمه اخوي ولاعب بس ما انه يفرض علي او يتناقش وياي انه احنا مجموعه لا احنا نتفق على التشكيل ممكن ومثلا يسالني منه راح يلعب طبيعي حاله طبيعيه ورئيس نادي بس ما انه احنا مثلا 6-7 نكتب واكو دارينا وكاعلامي وانه يكتب تشكيله ويانا شنو من منطق شنو احنا شنو وجودنا انا اتكلم على هاي النقطه استاذ هسه ممتاز موقف ممتاز أمين شراد الفكرة واضحة يقول لك يناقشني بس ما يشوفهم عليه تشكيلة هاي ما تصير ممتاز جدا ممتاز جدا إنه رئيس النادي أو مشرف الفريق يعني رجل فني ممكن يناقشك بالتشكيلة يريد يعرف مثلا ممكن كان يريد يعرف منو الجاهز منو المصاب منو اللي ممكن حتى ما تدخلوه بالفريق ممكن هذا يصير مثلا لكن هناك تدخلات يعني من قبل الادارات الانديه في تشكيله فريق انه اشرك لي هذا المحترف لان انا جايبه بفلوسي مثلا او اشرك لي اسمع العاجل في الانديه اسمع
لا جاك العاجل جاك العاجل. هيثم هيثم لشبول مدرب للديوانيه يساعد حيدر حسين وحيدر كريم والكابتن عبد الرؤوف عبد الله مدرب حراس. كابتن طه هذا قبل يومين اعرف بالموضوع انه هيثم شبول مدرب الديوانيه وكان عندهم تفاوض يوم امس مع قصي منير، لكن قصي منير هذه امور حصريه له، قصي منير يعني يعرف الديوانيه ويعرف السيد العنكوشي وضع شروط وضع بعض الامور اللي تحميه وتحمل الجهاز الفني اللي معاه، واداره الديوانيه لم تقبل بهذا الموضوع، بالتالي يعني لا بس دقيقه يعني رجعوا الديوانيه تفاوضوا ويا قصي منير وقصي منير وافق يرجع يفاوض الديوانيه بعد كل اللي صار. هذا الموضوع حبيبي تسمح لي اسمح لي خلي هذا موضوع مهم جدا. هذا شيء حصري لك والبرنامج. بالمناسبه القصي منير كان رافض رفضا قاطعا تدريب الديوانيه لعده اسباب سابقه. كثير من الناس يعرفون يعني علاقتي بقصي منير علاقتي الشخصيه مو علاقه كره القدم وهو لاعب دولي وانا اعلامي، لا بحكم قربي من قصي منير اتصل بي مجموعه كبيره من المشجعين ومجموعه كبيره من الاخوان في محافظه الديوانيه العزيزه اتصلوا بي وقالوا لي بالحفظ واحد بان قصي منير هو الانسب لقياده الديوانيه. قصي منير عندما اتصلت به قال بالحفظ الواحد بانه يعني التجربه السابقه كان لها تاثير عليه وعلى جهازه الفني، بالتالي هو يعني كانه كان غير راغب في التعاقد مع الديوانيه، وضع بعض الشروط اللي تحميه وتحمي جهازه الفني اللي معاه ووضع مبلغ عالي ربما مبلغ مالي وليس مبلغ عالي، مبلغ مالي معين. بالنهايه يعني وكانه يقول بانه لا يريد ان يدرب الديوانيه. جيد يعني طام شروط تعجيزيه بس ما راد يقول لهم لا حتى لا يقول لك طام شروط تعجيزيه. ابدا. شنو الشروط؟ ما هي تحفظ ما اقدر اتصرف، ما مخول انه اصرح بهذه الشروط لكن شروط تحفظ. السؤال الان يا كابتن فريد مجيد، قصه مشكله كبيره بين قصي منير والديوانيه، رجعوا اليوم الديوانيه يحكون ويا قصي منير وهذا عدم التخطيط، رفض قصي منير بطريقه مهذبه. ها امين لا تسمح لي، هم يعني بصراحه جمهور الديوانيه يعرفون تماما بان قصي منير هو المنقذ للفريق. لماذا؟ يعني حتى اكو ناس يعني بصراحه كثير من جمهور الديوانيه يقولون انه قصي منير اجى عندنا بالديوانيه يقولون انه يعني باللهجه الشعبيه الدارجه يقولون قرفته زينه علينا على اعتبار انه انتشر الفريق من سنوات. اي قبل زمن العنكوشي انه اجى قصي منير. هسه نروح نعرف لك البرنامج في دور الدرجه هنا عطوه ابي شرح نعرف لك البرنامج. اقول لك ما انت غير تريد معلومه يلا خلاص بعد ما احكي بهذا الموضوع. لا دقيقه لا ابقى بهذا الموضوع نسال الكابتن فريد مجيد. يعني شوف ادارات الانديه عندها مشكله كانت رجعت يريدون قصي منير، هو هسه ما اعرف يجوز مو لا هو قال لك النادي هو الجمهور. هو قال لك استاذ امين انه الجمهور وليس الاداره سواء العنكوشه او باقي الاخوان الاداره. لا الاداره هسه ما تعرف اذا انه القرار اذا العنكوشي يقول لك متصل بي اذا لا تخالف هذا العنكوشي نفسه إيه؟ اذا العنكوشي بعد انا نفسه اتصل بي ما اعتقد قصي يعني يروح بعد المشاكل اللي حصلت. لا هو مسويهم يبدو رد او رفض مهذب. قصي يعني انسان مؤدب وراقي ولاعب دولي واشتغل بالتدريب وانسان عنده طموح ان يعمل في مجال التدريب، ممكن شاف الاجواء يعني ما تناسبه بالنسبه له كمدرب، ممكن ما راح يشوف نفسه انه ينجح مع سواء محترماتي مع العنكوشي مع الاداره مع الاخوان فريق العمل اللي موجود من الاخوان الاداريين، فلذلك انه يعتذر بطريقه مؤدبه. بس انا اريد اعقب انه حتى مو شرط ان يكون النقاش مع المدرب ان تكون انت فني، ممكن رئيس نادي، كثير من الرؤساء الانديه على مستوى العالم مو رياضي لكن اكو لجان مختصه للنقاش المدرب سواء على التشكيل على التدريب على الاعداد على المعسكر حتى سلوك مدرب. بالضبط سلوك مدرب هذا جانب. الجانب الثاني انت بتتكلم على قالات المدرب، الاتحاد على الاقل يخلي شروط، يعني مثل ما تفضلت اليوم انا يطلعوني مثلا من الديوانيه ثاني يوم اروح ادرب بالسماوه، مو منطق الاتحاد ان يخلي شروط على الاقل انه مرحله المدرب ترى كلش كافي انه مدربيا قدون نادي
مدربين اثنين بالنادي. زين شو اسوي انا رئيس نادي ومدرب مدفع؟ يعني كيف اذا انت تنظر للعالم تجبرني ابقى هذا المدرب؟ لا لا ما اجبرك اني، بس انت لازم يكون خيارك دقيق وصحيح. انت يعني معقوله ثاني يوم كرياضي انه اعرف كثير من المدربين اللي موجودين من اللي يقدر يعمل وياي بظروف الماديه، ممكن يسوي لي فريق شاب، ممكن يبني لي فريق للمستقبل، ممكن يتعامل مع فريق كله نجوم. والانديه انت عندنا متنوعه، وعندنا عندنا ست مدربين، وعندنا انديه، عندنا انديه بالنسبه لنا بس ست مدربين. عندنا شلون ست مدربين يعني؟ ستة سبعة هم ذول على الانديه. يعني قصدك اللي يداورون البقيه؟ مو انتم مو مدربين. شوف هسه ما نريد نطعن، بس اكو مثلا مدربين هسه استاذ امين قال لك، قال لك انه والله ما اشتغل. الشغل مو جدي يا استاذ طه، مو جدي. انت امورك ماديه هسه والله اموره مو كلش ترى عالي العالي. ايش عندي مثلا؟ عايش تتغدى وتعشى امورك عدل. لا بعد ذلك اقول لك صح الحمد لله والشكر. اقول لك اكو ناس وضعها تعبان. بس اسمح لي انا وضعي تعبان بس مو بذله، مو اروح اوقف باب الاتحاد لو باب النادي لو اتمسكن ويا رئيس النادي ولازم استاذ طه تدخل. عيب استاذ طه، عيب. الموضوع الموضوع لما نقول هذا لمصلحه الكره العراقيه، حتى الشروط اللي تخليها استاذ طه، بس خل اوضح يعني رخصه امين. الاتحاد ما يخلي شروط، على الاقل عم لا تخلي مرحله، خلي ثلاث اشهر. هسه مو اكو مدرب اسمه فيرغسون اعظم مدرب مانشستر، كم مره طلع رابع وثالث واول وما اعرف، بس بقى سنوات طويله. يقول الانجليز لهم خلق، لهم خلق. العراقيين ما ناخذ بس بالانجليز إلها خلق. هسه بايطاليا هذا هسه عمرهوش رئيس هذا تشيلسي. زين سؤال هسه الانجليز، زين سؤال سؤال اسالك هسه. زين هو عندهم خلق، هو ما عنده خلق هم الاداره تبني لها ملعب؟ هسه مو ملعب مدرجات، ملعب ثيل، ملعب تدريب. امين ملعب تدريب. هو الاتحاد ما عنده ملعب للمنتخب. بس خلي تفضل اسمح لي. تفضل اذا تسمح لي. انا بس اريد يعني اعقب على كلام الاخ. انت تتفق اول شيء ولا ما تتفق؟ اتفق وانا متفق وياك بتفصيله. بس صديقنا بس اريد اعقب موضوع. تعرف شلون؟ تعرف شلون يعني تخفض كرامه المدرب ويصير فرصه عمل للمدربين الاخرين؟ وهذا التدوير اللي تكلمت به طه قبل شويه انه ست سبع مدربين يطلع من الكرخ يروح للصناعات، من الصناعات يروح ما اعرف وين. ومثلا احمد خلف بالموسم درب مثلا الجويه والان نفط ميسان، حسن احمد في الكرخ وكذا. وهذه طلع لنا القائمه احمد الغراوي. شوف طه، المفروض شو تسوون؟ اتحاد كره القدم، اتحاد كره القدم يعني المفروض يتخذ قرار، لجنه مسابقات، اللجنه الفنيه، لجنه التطوير، اذا كان هناك تطوير في اتحاد كره القدم. اتخذ قرار اقول يابا المدرب ما يحق له يدرب بالموسم اكثر من فريق. هسه يقول لك ليش؟ مثلا مدرب اداره طالعه مثلا، يعني المدرب اللي يقال من منصبه مثلا عنده لاعب 10 مباريات لنفترض، اذا عنده خمس 15 نقطه، خمس مباريات فوز، هذا اسمح له يتعاقد مع فريق ثاني. اما اذا مدرب فشل مع هذا الفريق ما اسمح له نهايه الموسم، مطلوب غيره. يعني قضيه يعني بيها مقترح هو، بس بيها يعني لازم اكو امور اخرى يعني قطعيه بدون ادخل بالتفاصيل، ان المدرب مالك حق تدرب اكثر من فريقين بالموسم. خلاص مضبوط، افضل حل هذا. خلاص مالك حق تدرب اكثر من فريقين. لا مدرب حبيبي، انت جاي تشوف شغله بالدوري الكل ينظف. مو المشكله. لا اذا مدرب استاذ امين، اذا مدرب طلع والاداره الثانيه تجيبه شو يقولوا له؟ حتى لو نتائج زينه طلعك لو تنزل من العقد قاعدك بالبيت. لا مو هذا المشكله، العقد انه شلون حصل ظل يركض ورا النادي طون فلوسي وظل محاكم وظل فيخلص الموسم عليه هو يركض ويركض بالمحاكم. فالمشكله مشكله ثانيه. استطاع بس سؤال، احنا مش مثاليين. مو مثاليين؟ نصير مثاليين؟ والله مو احنا، مو وضعنا مو مثالي اخي. زين هسه صعدنا بنيه تحتيه البصره والعماره والمدينه، والله صحيح، بس اذا نروح بالعمق ترى مشاكل. زين وين قصدك؟ اوكي هسه يعني هسه هو يعني ملعب، يعني نعوف الموضوع هذا. لا انت مرات احيانا انا هسه اسمع حتى حضرتك انه الامارات راح تجي تلعب بالعراق. ايه؟ يا اخي مو راسا، انطي مجال. اولا الوضع بالنسبه للبنيه التحتيه صح، يعني احسن من السابق بهواي، لكن انت لا تتوقع ان الامارات تجي بسهوله. نعم الاتحاد الدولي. انت عجبتني، قلت واحد وباقي لا هو هاي 1% اللي ممكن يعني احنا بالبدايه خلينا نصلح نفسنا.
كان من نظم الامارات اخوي شنو نبني لهم برج خليفه؟ لا لا, لا 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 هذا فندق بابل حلو مرتب خوش يسوون اكل عيني قاعدين فندق بابل انه يومين يوم يتمرن يوم يوصلون يوم يتمرنون يوم الاخ يلعبون الله محمد وعليهم ايش عندنا يوم يعني شو يريد الامارات مثلا بهالسهوله استاذ يا عزيز سهل الامور يعني تجي مثلا تجي من فندق بابل خطيه على البيع المباشر على المعارض خطيه والاجواء اجواء نهر ما لحق ما له علاقه اجواء يريد ملعب ما لحق التنظيم ما لحق هاي الكاميرون لعبوا امم افريقيا بالكاميرون اللجان اللي تجي لازم بس استاذ اليمن مو لعبوا كاس الخليج انا ما اعرف انت تعرف من عندي بالامور الاداريه اللجان اللي تجي بتامن على انديتها ومنتخباتها نتامن من المطار للفندق ماكو شيء امنيه مو امنيه الحمد لله احنا عبرنا المرحله ازدحام شايف الازدحام من الشارقه لدبي يبكي شو يريدون مثلا بيع مباشر عندنا ناس بس اباوع الامور ما له علاقه لا يقول لي يعني الاتحاد الدولي من يجي ما يبحث عن انت شباني ما له علاقه ملعبك اوكي الامور اليوم هسه بزمن كورونا الامور الصحيه اللجان تمشي الامور يعني اتمنى من رب العالمين ان شاء الله فالامر الدنيا مو مثاليه اتفق وياك بس هذا مو معناته بانه عمليه التبديل المدربين يعني السؤال يعني انت هسه يعني احنا المباريات الدوليه أي. اذا لعبنا بملعبنا هي هاي راح تنهض بواقعنا الرياضي لا على يعني مستوى النقاط ادفانتج لك ادفانتج بعد ما لك حق ما له حق اللاعب والمدرب والله الاتحاد ورا ملعبنا يا اخوي هاي ارضنا كان بديت من البدايه وهذا جمهورنا من البدايه انه الصور جاهد في سبيل انه منتخبك يلعب على ارضه حاسس الاماراتيين ربما يقولون ليش ما ايران وكوريا وسوريا جوي ايش معنى احنا من وصلتين من الامارات خلاص هذا يعني هذا حال الامارات يعني ما يجون امين شراد يقول ما يجون يعني انا قاعد وجهه نظري طلعنا بغير موضوع بس نسمع امين ايه بس انا اقول لك بس معلومه هسه هم مو راحوا يلعبوا بلبنان لبنان ايش فيها شو الملعب سيء وي والله ايش فيه خطيه مكان مو تمام ايش فيه لبنان ما بيه شيء زين ما بيجي لبنان اذا تريد قارن العراق بلبنان العراق افضل بكثير وبنا الموضوع زين الموضوع لبنان هواي افضل العراق هوش انت شنو والله سمعت قلت لبنان هواي افضل بدك تفاجئت يعني بالمناسبه اكو مشكله بالصوت انا من تحكون سوا بالمناسبه نسمعك واضح استاذ امين الورد نسمعك صوتك حلو انا سامعكم على العموم إيه؟ فاحنا لما داعي يكون المباراه تكون بالعراق اولا اكو مكاسب شخصيه على المستوى الشخصي الاستاذ التحليلي راح اقدمه اني على اعتبار انه طه اعلنها امام الكل قال انه هو شوف انت غير مصلحتي نلغي واو الغي السوداء التحليلي انا مدير القناه الغي السوداء التحليلي عيني ما بسوي تحليلي خلينا نحتفل امير جيبني محلل وياك هاني قلت دائما شوف جيبنا قلت فكره حلوه المدربين شوف الوسط الرياضي العلاقات تلعب دور كبير حتى ادارات الانديه عندما تريد ان تستبدل مدرب بمدرب اخر تذهب للمدرب الاقرب لهذه الاداره لا يعتمدون كثيرا على الناس الفنيين اللي عندهم علميه عاليه لا الحمد لله راح نصاد كاس العالم حاله اتفق ويا شيء واجيب شيء ثاني فبالتالي يعني شنو تتفق ويا شيء وتجيب شيء ثاني خلنا نفتح يقول لك اول خيار تفكر به فريد مجيد اسمعني اولا سوى تحليل ماكو عن لعبه الامارات فريد مجيد ابد وماكو فريد ماكو احنا اللعبه عندنا وما نطلع لا بس انا وعدت والله قلت اذا جو الامارات ما اقدم سوى تحليلي هسه الناس زين الناس تريدني ما اقدم برامج اصلا افتح اسواق ايش اسوي؟ لا لا بس تمر طايح زين خلي طبعا اخذنا موضوع الامارات بس خلينا نحكي على خلينا نحكي على المدربين طلع لنا صوره قائمه المدربين تشوف التكرار المدربين استقالات واقالات المدربين زين احمد خرفطاق قادر قصي منير هاتف شمران سامي بحث احمد كاظم سامي بحث تكرار الاسماء كابتن فريد هاي الاسماء وبعد القائمه 23 اسم هاي الاسماء هي كانما الانديه شوف هم ذول المدربين يقول هذا مدرب مشتغل بالدوري مو انت لازم تقسم يعني قسم من المدربين يطلعونهم الجمهور زين قسم المدربين اختلاف مثل ما تكلمنا انه ما يوالم افكار الاداره وقسم يعني النتائج والظروف انه ما عانته احيانا المدرب انه ينجح يعني قطان شتير نجح مع الطلبه بالضبط لكن وصارت هاي المشكله بالمشاكل صارت خلينا نكون واقعيين المشكله اللي صارت ويا جمهور الطلبه فريق ماشي وانا اعتقد
يعني الاضافات اللي صارت والكادر التدريبي محتراماتي إليه ما ضاف شيء على الكابتن قطع. النتائج جيده، غلب اقوى الفرق اللي موجوده صح بالدوري. اذا الفريق ماشي، لكن بس ما رجعوا القحطان. مثل شوف كابتن حسن احمد تباع القائم، حسن احمد يروح ويجي مثل تخطيط القلب. يعني اذا تسالني، يعني اذا تسالني بين قوسين انا اقول انه القحطان شجاع جدا وقراره شجاع بالنسبه له، ويحسب له رغم انه الفرصه هسه ما موجوده بالنسبه للكابتن قحطان، لكن وجهه نظري انا اقول قرار سليم. اولا هو مدرب ندافع على نفسه بالطريقه السليمه، بعدين انا نتائج زينه. اذا وين النتائج الزينه انه اكو ضغوطات علي وتدخلات، شلون انا راح صراحه شلون راح انه اتحمل اذا نتائج مو زينه؟ منو راح يوقف وياي؟ فانا اعتقد قراره سليم بالنسبه لي. اي بس ما اداره الانديه بعضها قال امين نقطه مهمه، انه ما ترجع للمدرب امين، ما تروح للمدرب مثل شخصيه قحطان مو كل شويه، ولو ايوب اديش العام سواها يعني طلع من الجوي راح الزهراء وبالعكس راسا هيجي او بعض. تفضل. اكو انديه طاحه، اكو انديه ادارات الانديه تبحث عن مدربين، يعني تبحث عن مدربين خلينا نقول على قديد، واكو هواي مدربين للاسف الشديد هم على قديد الادارات، ليه يطلع لك بالشاشه ويطلع لك يتكلم لك بالمنطق بس هم يبقى هم يبقى وغير ضعفه هو ما يبقى بالمناسب ما يبقى هو خلاص يبدلون الحلقه الاضعف بالعمليه بعمليه كره القدم المدرب دائما يقولون المدرب شايل جنود يعني بايده دائما فادارات الانديه عندما الفريق تسوء النتائج ايش يبدلون الفريق؟ انتقالات شتويه ماكو او انتقالات على طول الموسم ماكو خلاص الجمهور يضغط لا ولا تنسى انا كنت قبل انا كنت قبل اقدم امين ايام العراقيه كانت قبل ماكو قنوات فيطلعون وياي مدربين والله انا والله باذن سمعت اكو ادارات انديه جابوا مدربين يطلعون وياي والله خوش يحكي مو خوش يدرب فاكو مدربين خوش يحكون وصاروا مدربين هسه وبعدين وبعدين بالحقيقه طلعت والله انا الحكي مو نفس الفعل والله انا جات بالموضوع والله اكو مدربين يجي يدرب فريق ايه؟ كل شيء ما يقدم زين انا اقول زين ليش ما ينطونا فرصه انا وياك مثلا ندرب بالانديه وهم ما راح نقدم شيء ندرب ايوه يعني امين تريد تدرب وتريد تقدم منافسنا واحنا فرصه ما محصلين صدق تحكي لا والله جديات لا انا المقصد كلام وين اسمعني انا مقصد كلامي اقول انه اكو مدربين ما يقدمون شيء عزيزي يعني عزيزي مدربين اخذوهم كابتن فريد لان يحكي زين خوش يحكي يعني شوف هو المدرب يعني محترماتي وجهه نظري انا اقول ان المدرب مو شهاده المدرب زيان. عقليه ولذلك هسه انت تسمع انت رحت لاسبانيا وتعرف ان المدرسه الاسبانيه لا هسه مدربين اختصوا في مدارس عقولهم التدريبيه بدا ان المدرب ومن تواضعهم مدربين مثلا لو تساله انه من اعظم المدربين اللي موجودين نسبة النجاح هو مقتنع بنفسه من تسأله تقول له أنه أنت حققت أشياء ما موجودة مثلا مع هذا النادي الإنجليزي العظيم يقول لك أنه الفريق العمل اللي وياي إلى 70 وأنا إلى 30 هو يعرف كمدرب أنه الأمور ماشي حسب ما يريد طبعا أحسن إحنا المدربين أحسن. مع الأسف حتى الطواقم التدريبية اللي وياك مثلا نشتغل أنا وياك وأمين مجرد أن النادي القوة الجوية قال لي تجي بس ما أريد طاعة أنا أعتبره محترامات للبعض أنا أعتبره هذا ضعف ستاف انه هذا اعرف شلون يتعامل ويا اللاعبين وياي فكرهم قريب من فكري ممكن ان المشاكل اللي تحصل عندي مدربين اكو مثلا مدربين هم مشدودين يعني اكو مساعدين هم اللي يديرون هاي الامور يعرفون شلون يصير اللي يصير بالميناء امر غريب مره مدير مكتب الاعلام كل الرياضه اللي شوف راح اقول لك مو بالميناء كل الرياضه اللي بالعراق سواء من الوزاره لحد اصغر نادي مشاكلها كلها اداريه تاثر على الفنيه كل المشاكل اداريه كل المشاكل طيب. اداريه تفضل امين تفضل امين تفضل امين انا شويه اريد اصير بجانب المدربين شلون اليوم يعني فد مره سمعت هيك يمكن هذا اللي كان بالبال رومانيجا نعم رومانيجا في اليوم يعني في لقاء يعني يقول انه لو افضل المدربين بالعالم اذا ما عنده ادوات زينه ما ممكن يقدم النتائج الزينه مثلا اذا ردنا يعني نتذكر مثلا لويس انريكا دخل يعني اجى ينزل بروما لكن كان دوري وقريب من دوري الابطال وكذا وكذا لذلك يعني بصراحه اعتقد بان يعني اي وياك اسمعك تابعيني اي اسمعك اه
الو اعتقد انقطع الاتصال بكم. الو لا 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 بس انت مشترك بالفونوس اشتراكك ما هو يا ابو النت فكنا نتكلم انا ما اعرف ما عندي شاشه فكنت ايه نتكلم بموضوع قلت لك لويس اريكا في روما في روما يمكن اجى ينزل بفرق درجه ثانيه لكن اجى مع برشلونه لقى ميسي ولقى الزمره اللي وين ميسي خليني اسميهم اخذوا له كل شيء بالتالي المدربين امين تسمع هاي الرساله يفشل فشل ذريع وانت تشاهد الفرق بالدوري العراقي تسمع يعني هاي الرساله بعض المدربين يقول انه انه هناك يعني بعض ال بعض بعض المدربين يقول لك انا عندي فد لاعبين ثلاثه بالفريق سيئين طيب. يعني في بعض الاحيان يجلطوني زين خلي شوي المشكله باتصال بامي دارج اتصال بي الكابتن هذا شنو تحياتنا لك دز رساله اذا يسمعنا امين كابتن فريد اكيد تسمعني يقول يسلم عليكم يقول الاسباب لخصها باربع نقاط اولا مزاجيه ومصالح الاداره التي يتحكم بها شخص واحد او اثنان او ثلاثه هم الذين يجيبون المدرب الذي يناسبهم ويتفق مع مصالحهم فقط ضعف المدربين وكثرتهم وعدم احترام بعضهم للبعض الاخر اعطت حريه للادارات في التحكم فيهم عدم وجود لجنه في الاتحاد تقرر وتتحكم في عمل انتقال المدربين في الموسم الواحد وليس ترك الامور على مزاجيه ادارات الانديه رابعا اخيرا كيف تريد ان تطور كره القدم في بلدنا ولا يوجد هناك استقرار مدرب واحد لمده موسمين في نادي معين لان فكر وتاثير المدرب لا يمكن ان يكون اقل من ثلاث مواسم تحياتي كابتن عاصم الاداره بدا بالاداره انا مو قلت لك تحيه طبعا لابو محمد هذا الانسان الراقي واللي صراحه انه اي رياضي انه يفتخر انه استاذه او اخوه او زميله تحياتنا كابتن رجل شجاع وانسان راقي اما احنا كافي مجاملات ولا انه مع احترامات اللي الناس اللي تقودون الرياضه هسه هذا ما اريد اقول الكل لكن الاكثر يمكن 90% 95% ما لهم دور بنهوض الواقع الرياضي لذلك كابتن راضي انطاك النقاط كلها نقطه واحده انه العمل الاداري حتى اللي يقول لك ماكو وقت المدرب يمكن بعد انه اضيف على كابتن راضي الواحد اما هو وحده انه يكرف بالدخل الاثنين متقاسمين على حب الله الثلاثه ماكو كله تقاسم كله صعب هو صعب رياضتنا ولذلك اكو تمسك بالمناصب وعارف شوف راح اقول لك شغله واحده وجهة نظري طبعا يمكن هو يدور احيانا في مجال الرياضه انه انا رجل مثلا نزيه ما اقدر انه اعمل حشا مع سيد طه انا اذا اشوف انه سيد طه يعني ما يوالم عملي ترى نفس الشيء انت هم سرقت يعني وحده ترى الناس اللي يقودون الرياضه هم يعني الاكثر هم سراق للرياضه ما يبنون الرياضه يعني انت ما شفت من السقوط واللي جاي هسه المعاناه اللي عانيناها صدام وعدي ومجرمين ويقتلون ويذبحون ما له علاقه صراحه انت تعال ابنوا لي ملعب للتدريب اليوم الاتحاد قاعد يعاني ما عنده ملاعب للمنتخبات الوطنيه نقطه موجوده لو ما موجوده موجوده هو مشكله الرياضه بالعراق زين سؤال التحليل. اليوم الاخوان يسوون مدرسه انه يضربون مثل بها باسباير شنو ولا واحد بالمليون من اسبايا ما تكفر في كره القدم تكاب مجاملات والله مو بعدين القرار صادر مو ارتجال انه انا والله انا طه لازم انه اتحكم بكل شيء لازم انه الناس اللي تقعد وي المسؤول وي رئيس النادي وي الوزير وي رئيس لازم تتكلم بشجاعه وياه انه اذا خطا تقول له خطا ترى العمل مو جديه وبعدين حتى المدربين الحلقه الاضعف الحلقه الاضعف ترى المدربين أرى ما يتوفر لهم نتكلم احنا اليوم بالمثالية ولازم نصعد كأس العالم والأندية بالنسبة للفئات العمرية 20 مرة قلت لك اياها 10 كرات شكل واحد ما عدتهم بعدين انت المدرب شوف إيه اكو فرق همين واحد فرق كابتن راضي استلم من المنتخب الوطني الكثير من المدربين المحلي استلموا اكو فرق حتى من يجي المدرب الاجنبي يوفرون له جزء كبير من الامور اللي يريده اما المحلي ما اعرف انه التعامل بهالطريقه مع المحلي مانين عليه يعني ما مخلي وانا قلت والله العظيم انا وجهه نظري طبعا نعم. تحياتي للكابتن عبد الغنشات اتمنى له التوفيق ومن المدربين الجيدين ابو حيدر شنت انا بهذه الفتره بدون وطنيات وهاي العبارات اللي فارغه يسوي على اساس هو نفسه وطني وانا با لا انا وطنيتي اكثر من وطنيه اكبر واحد لكن بداخلي انا مو انه لازم اشيل واطلع شايل راي واصيح بالشارع وطنيتي انا اعرف انه ما الحمد لله انا اقول انه المدرب
بهاي الفترة كان ما يستلم المحلي، لأن يعني هم شككوا به، هم بالبداية مو مرحلة مو جسر وتعبر عليه. جيد، هذه نقطة هذا النقاش في حلقة ثانية. أمين بعجالة الحل بالعد الاتحاد هو يضمن حقوق المدربين. الحل عند الاتحاد يحفظ حقوق المدربين بالمقترح اللي تكلمت لك به، لا يحق للمدرب تدريب فريقين في موسم واحد، ويخلي هذا الشرط انه الفريق يقيسون نصف المباريات، اذا حصل نصف النقاط اسمح له يدرب 10 3. طيب اكو بعض الانديه المدرب اللي طالب حقوق طيب. اللاعبين ما تحبه وتنتهي يعني، خصوصا عند ما يضمنون البقاء. امين شرا، شكرا جزيلا لكم، تابع عبر سكايب، ممتن صديق الغالي كابتن فريق. طبعا اذا مطي الاستوديو ويريد هسه يريد يدرب التوقيت يدرب ويريد يحلل مدير امين هسه طلع من البرنامج وخاف. شكرا كابتن فريد مجيد، ممتن لكم، شكرا تقدير مشاهدينا. مغد الساعه 10 صوت الملاعب في الاتحاد.